بسم الله الرحمن الرحيم. سائح سعودي آخر من ضمن السياح الذين أتوا إلى ماليزيا عبر شركة المحيط، نجري الآن لقاء آخر معهم. الأخ الكريم محمد غازي الثبيتي من مدينة الطائف من السعودية. الله يبارك فيك. ممكن تحدثنا عن انطباعاتك وأنت الآن على وشك المغادرة إلى بلدك؟ أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثانيا أشكر شركة المحيط على استضافتها وتهيئتها الجو المناسب في هذه المدينة المناسبة، ولله الحمد لقد استمتعنا ولله الحمد. رحلة موفقة. طيب هذه الآن الزيارة الكاملة ماليزيا لك؟ أول زيارة الحمد لله. أول زيارة. طيب ممكن تحدثنا كيف كان اختيار ماليزيا من بين بقية الدول؟ والله اختيار موفق من متابعتنا لسنابات الشركة والسياح الذي أتوا إلى هذه الشركة، لمسنا فيها ضالتنا، لمسنا أننا لازم نجي لهذه الدولة، والحمد لله كانت رحلة موفقة بالعمر والله الحمد. طيب كيف كان خدمات شركة المحيط خلال فترة السياحة؟ ما شاء الله تبارك الله، لا أزكيها توب والله الحمد، توب ما شاء الله تبارك الله. طيب ما الأشياء التي شدت انتباهك في ماليزيا؟ والله كل ماليزيا على بعضها حلوة، سياحة، منتزهات، حدائق، يعني كلها ما شاء الله تبارك الله. أمطار خير، جينا في وقت أمطار وخير والله الحمد. طيب كيف وقت تعامل الماليزيين معك كسائح عربي أو سعودي؟ من أطيب الناس، لا ما أنا من أطيب الناس حقيقة، مو هو مجاملة، من أطيب الناس، ناس في حالهم. طيب التسهيلات في المطار، تسهيلات في المطار؟ كل شيء بوقت بموعد، يجونا ما شاء الله من شركتكم المندوبين يوصلونا للفندق للمناطق السياحيه لكل مكان. الدخول من المطار مريح جدا ومنح الفيزا عن التاشيره تمام، كله والله كله تمام. طيب كلمه اخيره تقولها لاي سائح من بلدك خاصه من الطائف؟ اول شيء اشكر شركه المحيط واشكر المنسق خوينا كريم في الطائف، واقول لجميع السياح اللي بيجون ماليزيا يتعاملوا مع الشركة لأنها شركة رائعة وشركة مميزة، والله يكثر من أمثالكم ويكثر خيركم وتشكرون على هذه الجهود. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك رحلة رجوع سعيدة إن شاء الله وعيد مبارك مؤخرا. الله يسعدك حبيبي، وفرصة سعيدة أن شفنا وجهة طيبة إن شاء الله. واستمروا الله يحييك إن شاء الله.